هذه النشرة برعاية جاستروبول، اس اي موبلر، دينتالي. قرار قضائي من محكمة الهجرة العليا قد يعيد الأمل للآلاف من طالبي اللجوء. محاكمة السويدي دعا عبر الإنترنت إلى إبادة المهاجرين والمسلمين. أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبار الكومبس. في قرار قضائي ملفت قد يعيد الأمل للآلاف من طالبي اللجوء في السويد، أصدرت محكمة الهجرة العليا قرارا في أحد القضايا بأنه ليس بالضرورة دائما أن يكون طالب اللجوء قادرا على إثبات هويته من أجل الحصول على الإقامة. ويتعلق القرار بحسب تقرير للراديو السويدي أذيع صباح اليوم الجمعة بطالب لجوء قال إنه تعرض إلى الاضطهاد من قبل قوات البشمركة في العراق، لكنه فشل في إقناع مصلحة الهجرة ومحكمة الاستئناف بإثبات هويته. وكانت المصلحة والمحكمة، أي محكمة الاستئناف، كانا قد رفضتا طلب الشخص، لكن محكمة الهجرة العليا ألغت ذلك ومنحته حق الإقامة في السويد. كشفت صحيفة إكسبريس السويدية عن أن مقاتلا من تنظيم داعش الإرهابي تمكن من العودة إلى السويد قبل سنوات بغرض تلقي العلاج في أحد مستشفيات الدولة من جروح تعرض لها خلال قتاله في سوريا، قبل أن يسافر مجددا إلى هناك لمتابعة القتال في الصفوف الأمامية لداعش. وقالت الصحيفة إن الشخص يدعى خالد شحادي 28 عاما كان عاد إلى مكان إقامته في مدينة يوتبوري غربي البلاد في 2015 لتلقي الرعاية الطبية من جرح في كتفه. شحادة يعتبر واحدا من بين 4 أعضاء في داعش مقيمين في يوتبوري وبوروس، ممن يصنفون بأنهم يشكلون خطرا على الأمن السويدي. تحاكم محكمة سويدية في مدينة إسكريستونا رجلا في الخمسينات من عمره بتهمة نشر الكراهية لإدارته مجموعة على موقع الفيسبوك دعا فيه إلى إبادة وإعدام المسلمين والمهاجرين. ووفق المدعي العام تتم محاكمة الرجل لأنه لم يقم بإزالة التعليقات التي تشكل تحريضا على المجموعات العرقية في السويد. ومما جاء في بعض هذه التعليقات التي نشرت في المجموعة والتي أطلقها على الفيسبوك كما ذكرنا، أن القادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا ليسوا من الجنس البشري. قالت صحيفة داغنز إنهيتر السويدية واسعة الانتشار إن الشخص الذي اعتقله جهاز المخابرات السويدي سابو يوم الأربعاء للاشتباه بتجسسه على اللاجئين في السويد هو عراقي يحمل الجنسية السويدية. وكان الرجل البالغ من العمر 45 عاما اعتقل من عناصر سابو بعد مراقبة طويلة، ويتهم بتقديمه معلومات استخباراتية عن اللاجئين لدولة أجنبية، وكذلك تضييق عليهم ومنعهم من التعبير عن انتقادهم للنظام في البلد الذي فروا منه. الصحيفة نقلت عن أحد معارف المعتقل قوله إنه كان دائما يصطحب معه كاميرا أينما ذهب. في شأن آخر، من المتوقع أن يبدأ مكتب العمل في السويد بغضون شهر من الآن بإنهاء عقود أول دفعة من 4500 موظف كان أعلن أنه سيتم تسريحهم من المكتب. وحسب الجدول الزمني الذي أرسله المكتب للموظفين فإنه ستبدأ عمليات التسريح في وقت مبكر من شهر نيسان إبريل القادم. وتسببت الميزانية العامة للدولة والتي قدمها حزبها المحافظين والمسيحي الديمقراطي وأقرها البرلمان نهاية العام الماضي تقليصا في الأموال المخصصة لمكتب العمل.
أخيرا سجلت شركات السفر السويدية انخفاضا في إقبال السويديين على شراء تذاكر السفر لرحلات الصيف المقبل، وذلك مقارنة بالسنوات السابقة. ووفقا لتقارير اقتصادية، فإن الطقس الحار الذي شهده الصيف الماضي وتوقعات بصيف جيد هذا العام، فضلا عن ضعف قيمة الكرونة السويدية والنقاشات الدائرة حول التأثير السلبي للطيران على المناخ، تدفع السويديين إلى التردد في شراء التذاكر. يذكر أن شركة الخطوط الجوية السويدية أو الإسكندنافية ساس سجلت خسائر مالية بسبب تراجع حجوزات المسافرين. ماذا في أخبار الطقس لنهاية الأسبوع؟ تحياتي وتحيات فريق العمل مشاهدينا، إلى اللقاء. هذه النشرة برعاية جيستر بول، اس اي موبلر، دينتالي.